ونبدأ حسب الترتيب الموجود في جدول الأعمال بالأستاذ نبيل عبد الفتاح، فليتفضل سيادته. شكرا أستاذي الجليل الدكتور علي دين هلال. وبالمناسبة أود أن أشير إلى من أهم الأعمال التي كتبت في تحليل سياسات الانتقال في مصر والصراع من أجل نظام سياسي جديد، هو عنوان كتاب بالغ الأهمية في تقديري، صدر عن بالدكتور علي الدين هلال واثنين من تلاميذه النجباء. فأنا بأشير لهذا الكتاب لأنه كتاب بالغ الأهمية، لأنه في حقيقة الأمر نحن في هذه الفترة نعيش في ظل حالة من الضبابية والفوضى الفكرية الموجودة على الساحة السياسية والفكرية المصرية. استخدامات غير دقيقة للمصطلحات على نحو بياني أو لغوي، وفي نفس الوقت نعيش تحت سطوة أحكام معيارية وقيمية تصرف الباحثين وغير الباحثين عن التناول الدقيق للأمور السياسية المتصلة بسياسات الانتقال من نظام تسلطي لا يزال مقوماته الرئيسة والثقافة السياسية التي يستند عليها مستمرا حتى هذه اللحظة. في ذات الوقت ظهرت الآثار السلبية الخطيرة لظاهرة موت السياسة في مصر في التجريف الذي حدث للنخب، لمستويات تدريبها، لمهاراتها، لطريقة عملها وتدافعاتها وتنافساتها على الساحة السياسية خلال الفترة الماضية. موضوع الورقة التي سوف أحاول أن أقدم بعض ما فيها وتحديدا الأقسام الأخيرة، هي تحاول أن تتناول مسألة الإخوان والدولة والسلطة، سياسات الهيمنة في مرحلة الانتقال. والورقة تنطوي على أربعة أقسام: الجزء الأول عن الجماعة والدولة القومية المصرية، الإدراك والتوترات. القسم الثاني عن الإخوان في الانتفاضة الثورية. القسم الثالث الجماعة والقوى السياسية الإسلامية والليبرالية، المناورة وأزمة التوافق وفجوة الثقة. القسم الرابع عن الجماعة والدولة وسلطاتها، السعي إلى الهيمنة. وخامسا الإخوان ودولة القانون والقضاء، كيف تعاملت الجماعة مع مفهوم الدولة القانون والقضاء. في ظل هذه الحالة من الأحكام المعيارية واللغة الحادة التي وسمت النسق اللغوي الذي استخدم من كافة الأطراف تجاه بعضها بعضا، والذي انطوى على العنف اللفظي بالإضافة لأشكال العنف المختلفة التي شهدناها خلال المرحلة الانتقالية الأولى والثانية والثالثة، أعتقد أنه يتعين كثيرا على أي مقاربة بحثية أن تعتصم بالحد الأدنى من الموضوعية وعدم الانجراف إلى إصدار أحكام القيمية. الورقة كانت أو تسعى إلى بعض الإجابات الأولية حول أسباب فشل سياسة جماعة الإخوان المسلمين في الفترة الوجيزة التي تولى فيها الرئيس السابق محمد مرسي السلطة، وهل يعود ذلك إلى غلبة منطق وتجارب التنظيم على منطق الدولة الأمة، أم أن ذلك يعود إلى التناقض الإشكالي بين مفهوم الدولة الإسلامية كمدخل للفكرة الإسلامية الجامعة وبين الدولة المصرية في إطارها في إطار تطورها التاريخي. كيف تعاملت الجماعة والرئيس مع مفهوم النظام القانوني للدولة، وهل استطاعت أن تحدث تغييرا في فهمها واستخداماتها لقانون الدولة الحديث عن المواريث القانونية للدولة التعبوية والنظام السياسي الذي تم تأسيسه منذ ثورة يوليو 52. الحقيقة في الجزء الأولاني تناولت الورقة الجوانب المتعلقة بمفهوم الدولة الإسلامية لدى
الأستاذ حسن البنا الإمام المؤسس، ثم الأستاذ عبد القادر عودة، ثم سيد قض، ثم بعد ذلك الجيل اللاحق من منظري جماعة الإخوان المسلمين. وبشكل عام ومن خلال توثيق وتحليل لأراء الإمام البنا وصحبه، أتصور أن هناك خلط في إدراك مفهوم الدولة الأمة الحديثة. كان هناك تركيز عقدي من الناحية العقدية، وربط مفهوم الدولة أو مفهوم الحكومة أحيانا في كتابات الأستاذ حسن البنا بين الحكومة وما بين الدولة، وربط ذلك بالعقيدة. وهذا الفهم الشمولي العام للإسلام كعقيدة وشريعة ونظام حياة ودولة من وجهة نظر جماعة الإخوان المسلمين هو جزء من السردية الدعوية التي تميل إلى العموميات في تحديد الأهداف وجذب الأنصار والتجنيد للجماعة، ولكن دونما تأصيل وتحديد لمعالم هذه المفاهيم حول الدولة والحكومة والأنظمة القانونية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية التي يمكن وصفها بالنعت إسلامي. وهذا أمر طبيعي في السرديات التاريخية ذات الطابع الأيديولوجي. المؤسسة لهذا النمط من الجماعات الإسلامية السياسية. النقطة الأساسية في هذا أنه الخطاب السياسي والدعوي للشيخ حسن البنا بدا عاما وغائما، لأن التراث الفقهي والنظري الإسلامي كان يدور حول مفاهيم الأحكام السلطانية، لا سيما في ظل قلة الاجتهادات الفقهية للدولة، ولا سيما الدولة الأمة الحديثة. وبالتالي السردية الأساسية للجماعة تخلط بين مرجعية الدولة الإسلامية التاريخية في عمومياتها وبين الدولة الأمة. أيضا تنظيرات الأستاذ عبد القادر عودة أنه حاول يؤصل بعض أفكار الأستاذ حسن البنا بالعودة إلى الموروث الفقهي الإسلامي، لكن سوف نجد أن كتاباته سواء في مقارناته بين نظام الشريعة وبين النظام القانوني الجنائي الحديث كان يستعير تماما الإطار الشكلاني للتنظير للجريمة وأركانها وعناصرها وعلاقات السببية بينها إلى آخره، إلى الإطار القانوني الغربي المستمد من التقاليد الفرنسية واللاتينية عموما. ومن ثم نحن إذا غلب وثقل للمعاني الحديثة لفكرة التشريع القانوني ومحاولة إيجاد وشيجة بينه وما بين الموروث الفقهي الإسلامي. وأعتقد أن كتابات الأستاذ عودة كانت تعكس تكوينه المهني كرجل قانون تطبيقي مارس العمل القضائي بوصفه قاضيا، ومن هنا تأثر بهذه التنظيرات الفرنسية. الأستاذ سيد قض فيما بعد في الكتابات المؤثرة على مجمل الأطر الأيديولوجية للجماعات الإسلامية السياسية التي ظهرت سواء في مجموعة 65 السلفية القطبية داخل تركيبة جماعة الإخوان المسلمين أو جماعة المسلمون، ثم بعد ذلك ما تناسل عن هذا الإطار المرجعي التاريخي من جماعات سواء في مصر أو في العالم العربي، في الحقيقة الأمر كانت تنظيرات عامة ذات طبيعة عقدية أكثر من كونها تنظير حول الدولة. وفي تفصيلات طبعا وتحليل لكلام الأستاذ سيد قض، لكن أود أن أقول أنه كان النظرة على الإنتاج النظري لبعض مفكري الجماعة حول الدولة تشير إلى استمرارية المقاربة الشكلانية لها، وما يظهر في كتابات اللاحقين، يعني الله يرحمه أستاذنا الدكتور مصطفى كمال وصفي كان وكيل مجلس الدولة وكان أحد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وقبض عليه في ستينيات القرن الماضي ضمن القضية الشهيرة، والمستشار علي جريشة اللي كان مستشار بالمجلس كانوا جزءا أيضا من الذين تم سجنهم في المرحلة النصرية. ركز كليهما وتحديدا علي جريشة على مفهوم الرابطة الدينية وأن جنسية المسلم ديانته وفق هذا المفهوم، واعتمد كليهما على المفهوم القانوني الشكلاني المستقر في دراسات القانون العام والدراسات الدستورية حول الدولة، وهذا مفهوم مفارق لتطور الدولة الأمة الحديث سواء في علاقتها بحركة القوميات أو في علاقتها بتطور بنية الرأسمالية العالمية. وأعتقد أنه أيضا حتى بعض من رجعوا إلى أفكار
الدولة حول وثيقة المدينة، وحتى في ظل البيانات الثلاث الشهيرة للجماعة التي صدرت عام 1995 كانت أقرب إلى مواقف سياسية أكثر من كونها تنظيرات تأصيلية وتاريخية تربط بين هذه البيانات الثلاث حول التعددية السياسية، دور المرأة، المواطنة، أو العلاقة مع الإخوة المصريون الأقباط. أن هذه البيانات كانت تسويغاً لموقف الجماعة من الدمج السياسي الجزئي لها ورغبة منها في تبرير مواقفها لدى كوادرها وفي طمأنة الفاعلين السياسيين الآخرين ونظام الدولة المصري. سوف أترك الأمور الأخرى لكن أشير في الجزء الثالث إلى مسألة علاقة الجماعة بالقوى السياسية الإسلامية والليبرالية، والتي قامت في مجملها على ما أسميه باستراتيجيات الغواية السياسية إذا جاز التعبير، واستخدام سياسات الهوية التي شكلت أحد استراتيجيات التماسك التنظيمي والأيديولوجي، إلى جانب مفهوم الطاعة على المنشط والمكره داخل الجماعة وهيكلها الداخلي وراء قيادة مكتب الإرشاد والأحرى مراكز القوى داخله دكتور محمود عزت والمهندس خير الشاطر أساسا وتابعيهم. من ناحية أخرى، أدت سياسات الهوية عبر تدين الصراع على التعديلات الدستورية ثم وضع أثناء وضع دستور 2012 إلى بناء توافقات وقتية بين الجماعة وحزبها وبين السلفيين وأحزابهم وعلى رأسهم حزب النور والجماعة الإسلامية والجهاد وأزرعهم الحزبية. لكن في الحقيقة استخدمت الجماعة أيضا بعض من العنف الخشن لدى بعض الإخوة السلفيين أو عنفهم الخطابي في تسويق سياسي لمرشحهم في جولة الإعادة الثانية، تعيين بعض السلفيين بواقع قيادية في تشكيل مجلسي الشعب والشورى لاسترضائهم، بالإضافة إلى تعيين مساعد لرئيس الجمهورية، وده جزء كما قلت من سياسة الغواية السياسية. قام رئيس الدولة بالإفراج عن بعض المعتقلين والمسجونين السياسيين الذين ينتمون إلى بعض الجماعات السياسية الراديكالية السابقة، لا سيما من كانوا يقضون عقوبات بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة أو غيرها، تم الإفراج عن بعضهم، وتم أيضا إصدار قرارات بدخول بعض المطلوبين على ذمة بعض القضايا الأساسية التي مورس فيها عنف وإرهاب. السعي لإضعاف حزب النور السلفي من خلال مساعد رئيس الجمهورية السابق عماد عبد الغفور الذي خرج من الحزب ومعه بعض مجموعة مؤيدة له من أجل تشكيل حزب جديد بالفعل. أيضا جذب المهندس عاصم عبد الماجد القيادي المتشدد في جماعة الإسلامية وبعض أعضائها إلى جانب الجماعة في بعض المواقف السياسية. هذه الاستراتيجية الإخوانية في بناء التوافق مع القوى الإسلامية السلفية وغيرها ظهرت وبوضوح أيضا أثناء وضع دستور 2012، سواء في تشكيل اللجنة التأسيسية التي طعن عليها وفي تمرير عديد من النصوص الدستورية التي تضع قيودا على حرية التدين والاعتقاد وقصرها على الأديان السماوية الثلاث، أو في وضع تفسير محدد للمادة الثانية وهي المادة 219 التي تضيق صلاحيات المشرع في التعامل مع موضوع نص المادة الثانية. أيضا تشجيع بعض جماعات بعض السلفيين، جماعة حازمون على سبيل المثال بقيادة الشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل، وده كان أساسا مرشح عن جماعة الإخوان المسلمين في دائرة قسم العجوزة في انتخابات مجلس الشعب في إحدى دوراته في أثناء حكم الرئيس الأسبق رئيس حسني مبارك، على القيام بعض التظاهرات للضغط على السلطة الفعلية في المرحلة الانتقالية الأولى، وكذلك أيضا في تطويق المجلس الدولة، ثم بعد ذلك مشاركتهم في حصار المحكمة الدستورية العليا. أيضا سياسة الجماعة تجاه القوى الليبرالية والسياسية تمثلت في عديد من الأدوات، الميل إلى تأييد بعض المرشحين الناصريين عن حزب الكرامة في انتخابات مجلس الشعب، الميل إلى جذب بعض الشخصيات العامة التي ظهرت على مسرح الانتفاضة الثورية في إطار سياسة الشارع أو سياسة الميادين وإلى الحوار قبل الجولة الثانية فيما أسمي باتفاق فيرمونت الذي لم يحترمه الرئيس الدكتور محمد رئيس السابق الدكتور محمد مرسي، تعيين الزميل والصديق الدكتور سمير مرقص مساعد لرئيس الجمهورية وليس نائبا للرئيس على نحو ما كان
قد تم الحوار معه في هذا الصدد، وذلك رضوخا لضغوط بعض الإخوة داخل الحركة السلفية. لا شك أن سياسة الجماعة وتنظيمها إزاء السلفيين والجماعات السياسية الأخرى تشير وبوضوح إلى بروز فجوات من عدم الثقة في ظل سياسة تمدد الجماعة داخل الدولة ومؤسساتها فيما أسمي بسياسة التمكين، والمصطلح مستمد من قضية سلسبيل زائعة الصيت، وكذلك الوثائق التي تم العثور عليها في إطار أوراق هذه القضية وتم نشرها، نشرها الدكتور سليم العوة في كتاب، ونشرها أيضا بعض الزملاء في كتب نصوص هذه القضية والوثائق التي تم العثور عليها خلالها. أيضا كانت أيضا جزء من سياسة الفجوات التي ترتبت على سياسة الجماعة في الغواية السياسية حينا وفي بث الانقسامات لدى السلفيين حينا آخر، عدم بناء توافق حول وضع دستور 2012 سواء في تشكيل اللجنة التأسيسية المنتخبة أو من خلال بدايات سياسة الانتقال في المرحلة الأولى، وهو تشكيل اللجنة التي رأسها الصديق الكبير المستشار طارق البشري، وكان يغلب عليها التوجه والمزاج الإسلامي على نحو ما رأينا في ترتيباتها أو في هندستها لسياسة الانتقال، بدءا من رفض فكرة الانتخابات الإعداد دستور بعد سقوط، يفترض بعد سقوط فعلي لدستور 71، إلى إدخال بعض التعديلات الجزئية تبدأ بالانتخابات البرلمانية ثم الانتخابات الرئاسية، وفي أثناء ذلك يتم وضع دستور جديد للبلاد على نحو ما رأينا، وذلك أدى إلى مزيد من فجوات الثقة بين كافة أطراف العملية السياسية في مصر، بديلا عن بناء حد أدنى من التوافقات ولو في الحدود الدنيا لإدارة مسألة الانتقال، سواء من على صعيد ترتيبات عملية الانتقال أو إجراءاتها الجماعة والدولة وسلطاتها والسعي إلى الهيمنة. زي ما أنا قلت في البداية أنه في توتر مفهومي بين فكرة الجامعة الإسلامية أو الخلافة الإسلامية على المستوى ما طرحه، خلاص حاضر، الجزء الأساسي في الإخوان ودولة القانون أنه مراجعة كل القوانين التي نوقشت داخل البرلمان خلال فترة حكم جماعة الإخوان المسلمين عندما سيطرت على الأغلبية البرلمانية، سوف نجد أن النظرة الأداتية للقانون وليس بوصفه أداة للتوازن بين المصالح المتنازعة أو المتصارعة في مرحلة تاريخية ما، وبالتالي استخدام الأداتي واستخدام القانون كأداة لفرض مصلحة من المصالح الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية كان هو السمت الرئيس لسياسة التشريع في ظل جماعة الإخوان المسلمين. ولوحظ أيضا من خلال تحليل هذه القوانين وأساليب عرضها ضعف نسبي للخبرات الدستورية والقانونية للجماعة في تعاملها حتى مع مقترح القانون الانتخابي، وأنا وعدد آخرين من الزملاء أشاروا أول ما جماعة الإخوان المسلمين أعدت مشروع خاص بالقانون الانتخابي أن هذا القانون سيقضى بعدم دستورياته، كتبناها في الأهرام وغيرنا، وقيلت في يعني أدوات إعلامية شتى أن هذا القانون سيقضى بعدم دستورياته لاعتبارات تتصل بتصادمه مع ما استقرت عليه التقاليد الدستورية وأحكام القضاء الدستوري في مصر، وهو الإخلال بمبدأ المساواة ثم تكافؤ الفرص، وبالفعل قضي بعدم الدستورية بالنسبة للقانون الانتخابي في هذا الصدد. تحول البرلمان في عهد جماعة الإخوان المسلمين إلى أداة من أدوات انتهاك مبدأ الفصل بين السلطات، وتحول إلى ساحة للهجوم السياسي على السلطة القضائية بل وعلى الوظيفة القضائية ذاتها، وهي الفصل في الخصومات القضائية والقضايا الجنائية والمدنية والإدارية والدستورية، لا سيما في القضايا التي قدمت إلى النيابة العامة ثم أحيلت إلى قضاة التحقيق وقضي فيها بالبراءة لخلوها من الأوراق. والقضايا الجنائية كما يعلم الجميع لا يقضى فيها إلا بناء على أدلة ثبوت، وفي ذات الوقت
يستقر في ضمير كل دائرة من الدوائر التي تنظر هذه القضايا الجنائية على سبيل الجزم واليقين بأن هؤلاء قد ارتكبوا هذه الجرائم، حينما لا تكون هناك أوراق أدلة ثبوتية على هذه القضايا فقضية بالبراءة. هوجمت أحكام القضاء هجوما واسع النطاق من قبل الجماعة وآخرين، وللأسف زايد على ذلك بعض الذين ينسبون شرعية حضورهم السياسي إلى الانتفاضة الثورية في 25 يناير. أيضا ضعف الخبرات البرلمانية والثقافية والدستورية لدى بعض أعضاء مجلس الشعب والشورى، لأن تشكيلة البرلمان أكثر من 80% من الأعضاء كانوا جدد، فكانوا يفتقرون للخبرات القانونية والدستورية والخبرات السياسية في طريقة التعاطي والتعامل في داخل البرلمان. وتحول البرلمان المصري إلى امتداد لسياسة الشارع أو سياسة الميادين كما مورست في مصر. أيضا ملاحظة أن أبرز التشريعات التي سنها مجلس الشعب طيلة مدة انعقادي وستة أشهر تمثلت فيما أطلق عليه بعض الباحثين خطط إنفاق عام تستهدف بعض فئات المجتمع في التعامل مع مطالب الفئوية التي رفعتها بعض القوى الاجتماعية. هذا الإنفاق العام ربما قد يكون له ما يبرره من ناحية الموضوعية وفقا لكل حالة على حدة، لكن للأسف الشديد كان طريقة عرض الأمور هو الاعتماد على الفئات الأكثر صوتا واحتجاجية أكثر من كونها توزيع على الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع المصري. أيضا من الصحيح القول مع بعض الباحثين الدكتور مازن حسن في الكتاب اللي أنا أشرت إليه أن عددا غير قليل من هذه القوانين يمكن إدراكه أو فهمه في إطار صراع السلطة الذي كانت الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة طرفا رئيسا في مواجهة الأطراف الأخرى. هذا النمط من الممارسة أيضا بيعود إلى غياب رؤية تؤسس لسياسة تشريعية انتقالية تتبنى القيم والمصالح الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الجديرة بالرعاية والتي تحقق أهداف الانتفاضة الثورية والمصالح والقيم الجديرة كما قلت بالرعاية والحماية والتي تؤثر على سلاسة ونجاح المرحلة الانتقالية الثانية. الجزء السيد الرئيس آخر نقطة، الجزء الخاص بطريقة محاولات الاستئصار على السلطة وخاصة في ظل طبعا في تفصيلات كثيرة متروكة في الورقة، الإعلان الدستوري الذي صدر في 22 نوفمبر 2012 ده شكل نقطة مفصلية في موقف عديد من القوى السياسية بل في موقف أجهزة الدولة المصرية من حكم الرئيس السابق الدكتور محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، لأنه عند هذه اللحظة بدأ لأطراف مختلفة أن ثمة عجز عن الحكم وإدارة الدولة مؤسساتها تكثف في إصدار الرئيس إعلان دستوري لا يملك رئيس منتخب إصداره وفق ما استقرت عليه التقاليد الدستورية المصرية والمقارنة، يعني في ظل النظم اللاتينية لا يملك رئيس منتخب أن يصدر إعلانا دستوريا يقوم فيه بالاستئثار بالسلطات المختلفة. وطبعا كل ذلك كان موضوح. الجزء الآخر أن الموقف من القضاء المصري تسم بالعدائية الهجوم على أحكامه وده يشكل انتهاك لمبدأ الفصل بين السلطات. النقطة الثانية محاصرة المحكمة الدستورية العليا قبلها محكمة القضاء الإداري. التصريحات من رئيس الجمهورية بتهاجم القضاء وأحكامه في قضايا شهداء الثورة وغيرها من القضايا، بل أثار قضايا تتصل بانتخابات 2010 غل يد الجهات القضائية عن طريق مجلس الشورى والجمعية التأسيسية النظر قضايا مجلس الشورى والتأسيسية، محاولة إصدار قانون يجعل سن القضاء الإحالة المعاش 60 عاما بدل من 70 عاما، ده كان معناه أنه أكتر من 3500 قاضي سوف يتم إحالتهم للمعاش. الهجوم على نادي القضاء والرئيس والاعتداء عليه، نظرة على كيفية كل التفصيلات موجودة في الورقة مع مفهوم قانون الدولة أو دولة القانون تكشف عن النزعة الأتاتية عن توتراتهم بين القانون الوضعي وجذوره التاريخية في الثقافة القانونية المصرية وتقاليد عمل المؤسسات بين ما يطرح في الخطاب الإخواني والسلفي حول نظام الشريعة الإسلامية الذي بات يمثل مركز سياسة الهوية وتحول الدستور إلى أحد أدوات الهيمنة الأيديولوجية وذلك من خلال الصراع السياسي
واديني والورقة هتبقى تحت ايدين حضراتكم. وشكرا سيد الرئيس. أشكرك أشكرك أشكرك. الأستاذ نبيل الصديق العزيز رجل غزير الكلمات ويعني يأسرك بطلاوة حديثه فتبقى مش عارف توقفه ولا لأ.